فلحد الساعه ما تسجلت شيء لان ما كنتوفرش على هذا لوسيت هذا، غادي تخسر مني انا ما بغيتو، راني غادي نلقاه وبالفضل الجهد ديالكم نتوما يمكن انا الا كان ممكن ترجعون لهذا لوسيت هذا باش نعجلوا بتسجيل الاستفاده من التلقيح هذا. شحال سيدي في العمر ديالك؟ لا كملت نهار 16/1/2021 كملت 57 عام. واش انت سيدي مستعد للعمليه ديال التلقيح؟ كنظن قلت لك الا توفرت على لوسيت انني مساعد من الناحيه الايجابيه، لكن هناك تخوف بسيط جدا هو الاعراض الجانبيه ديال التلقيح على الجسم ديالي انا ماشي على الكل، لان كل واحد عنده مكونات جسميه ديالو، واش غتكون استجابه الجسم ديالي لهذا التلقيح هذا او لا؟ لا كنتمنى تكون او لا تكون واحد يعني واحد العينه ميدانيه قبل التلقيح يديروا لنا شي تيست، واحد الاختبار للتاكد من ان الجسم ديالنا قابل للتلقيح هذا. لا ما سجلناش وما عندناش شي تعليمات ديال الداخليه ولا ديال، ما عندكش شي معلومات؟ ما عندناش شي، حنايا كنثقوا في الداخليه ديالنا وكنثقوا في الملك وكندخلوا في الدستور ديالنا، الا لقوا شي حاجه مرحبا. اختي مازال ولكن ان شاء الله غادي نتسجل. واحد 61 عام. مستعد ان شاء الله باش ندير التلقيح. ما عندك حتى شي تخوف؟ لا ما عنديش حتى شي تخوف. لا اختي حاليا ما عندي حتى شي معلومات عليها. شحال في عمرك؟ 39 عام. ما كتداوي على حتى شي مرض نسبي؟ لا الحمد لله بخير وعلى خير. لا والو الحمد لله. مستعد تسجل على هذه العمليه ديال التلقيح؟ سي نورمال اختي مستعد، علاش الا كان للصالح ديالنا علاش اللي ما نديروش؟ لا والو ما عندي حتى خوف الحمد لله. بخير مادام انني كن الصحه ديالي مزيانه. وبالنسبه لينا حنا التلقيح هذا راه مزيان للشعب كامل المغربي، والله ينصر سيدنا داروا لينا مجاني، علاش اختي اللي ماشي مزيان لينا حنا؟ مزيان لينا الحمد لله، ما دابينا ان التلقيح يتوفر في جميع المستوصفات، جميع لي زوبيطال، جميع المسائل باش نديروا حنا التلقيح ديالنا، وبالنسبه لهذا المرض هذا اللي داز علينا اختي على دوز علينا حنا القليل، راه دوز علينا العذاب لا خدمه لا ردمه، كتخاف غتخرج تشد خبزه تشد فيها كورونا تخاف. اختي الحمد لله ملي حاليا وجدت التلقيح اختي، علاش حنا في الاستطاعه ديالنا ما نديرو، علاش اللي ما نديروش؟ الحمد لله هو الصالح العام.